بسم الله الرحمن الرحيم. رشيد الودغيري، رئيس الجمعية المغربية للثقافات التراثية. تهدف هذه الشراكة إلى خلق أوراش ثقافية تراثية فنية داخل المؤسسات التعليمية التابعة للمدير الإقليمية الدار البيضاء أنفا، وذلك من خلال تأطير تلامذة المؤسسات التعليمية وتصدير برنامج خاص لتقوية قدرات وثقافة التلميذ والرقي بالذوق الفني واللغوي. وبهذا نكون قد ساهمنا في الحفاظ على موروثنا الثقافي المغربي وامتداده بين الأجيال. منيا السقلي، رئيسة جمعية جنان الأزهار. اليوم فخورة بهذه الشراكة وتوقيع ديال هذه الشراكة اللي درنا مع المديرية ديال التربية والتعليم أنفا ومع الجمعية ديال المغربية ديال الثقافة والتراث. هاد الشراكة اللي في الحقيقة احنا كنا سباقين في هاد الحفاظ على التراث المغربي وهزينا المشعل ديال الحفاظ على التراث المغربي وشاركنا في المهرجانات، شاركنا في لقاءات مع الأطفال ديما صريح للطفل. هاد العمل وهاد الشراكة غادي تعطينا واحد الفرصة باش نعمموا ونشاركوا أطفال أكثر، وغادي تعطينا فرصة باش نبرمجوا اتفاقيات وباش نبرمجوا أعمال أخرى، منها لقاءات، منها مهرجانات أخرى، منها ندوات اللي غادي يستفدوا منها دائما الأطفال، واللي غادي يعرفوا التراث ديالهم ويعرفوا بالأعمال ديال الأجداد ديالهم باش تهما يمكن يعطيونا واحد البصمة جديدة اللي تعطي واحد الجمالية لهذا التراث ديالنا وتزيدوا ويتعرفوا عليه ويحبوه أكثر. نحضر لواحد البادرة اللي هي طيبة كتهم وكتخص التلميذ، الطفل والتلميذة داخل المؤسسة التعليمية. أننا نحاول نخلق نشاط فني ثقافي وخصوصا في التراث، فالتراث كيشمل ما يشمل من معاني ومن معنى، وكذلك يجعل من الطفل أنه يكسب هوية ومواطنته في داخل هذا الموروث التراثي من حيث أن يتعرف على تاريخه العريق، وكذلك أنه يكسب تجربة من خلال التعامل بأعمال فنية كالرسم كالغناء كالمسرح إلى آخره. فهي هذه المبادرة ديال هذه الشراكة ما بين جمعية وزارة التربية الوطنية هي بادرة جميلة ومهمة جدا وأساسية، ربما حبذا لو تعم على جميع الأقاليم والمدن المغربية. بشرى أعرف، المديرة الإقليمية للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بعمالة مقاطعة الدار البيضاء أنفا. اليوم سيتم توقيع مراسيم اتفاقية شراكة تجمع بين مديرية أنفا وكذلك جمعيتين، جمعية الأزهار وجمعية التراث. هذه الاتفاقية لها دلالة كبيرة في التوقيع ديالها في هذا التوقيت بالضبط، نظرا لانطلاق الموسم الدراسي الذي وكذلك انطلاق مراكز التفتح في الاشتغال والتي نتواجد بها اليوم. إذا هذه الاتفاقية ستمكن جميع التلميذات والتلاميذ بمؤسساتنا التعليمية دون استثناء من الاشتغال حول مجموعة من التيمات الفنية والثقافية والتراثية، والتي كذلك لها جانب كبير في المسرح. نتمنى لها اتفاقية شراكة يعني اون فوا ان شاء الله غنبداوها في مركز تفتح وغتمتد لجميع المؤسسات التعليمية. نتمنوا لها ان شاء الله انها تكون متميزة وانها تعرف واحد النجاح ان شاء الله. ومرة اخرى بهذه المناسبة انني ما نخليهاش تدوز الا وان نتمنى الوليدات ديالنا موسم دراسي ناجح. النجاح ديال الوليدات ما ممكنش يكون الا بالمساهمة ديال واحد الطرف مهم اللي هما السيدات والسادة الأساتذة نساء ورجال التعليم. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ماسينك تيفي وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد، وزيارة موقعنا www.masinktv.ma.